السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أيها الأطفال الشطار؟ طبعا درسنا اليوم سوف يكون في نهاية الوحدة الأولى من كتاب الصف الثاني إن شاء الله. راح نبدأ أول شيء سيربست أكوما. سيربست هي حرة، أكوما قراءة حرة. إف تياتريا جيديور. إف وش اسم الشخص؟ تياتريا إلى المسرح، جيديور عم يذهب إلى المسرح. إفنين أنسي ام اف بير جون جازيتيدا او تشوزوكلار اتشين بير تياترو ويونو ايلاني جوردو. ابي اقول لكم ام اف بير جون في احد الايام جازيتيدا في الجريدة تشوزوكلار اجي من اجل الاطفال بير تياترو لمسرح ويونو لعبة مسرح ايلاني جوردو. يعني جوردو رأيت شافت او يعني باحد الجرائد اعلان لالعاب للاطفال في المسرح. افي بو ايونا جوترمية قرار باردي. افي بو ايونا يعني هي الايون هم تجيب معنا مسرحية. افي الافي يعني هذا افي ايونا لهاي المسرحية جوترمية لي يعني قررت تاخده او توديه قرار باردي. قررت اني تاخده لهاي المسرحية. انترنت جيردي دخلت للنت. اكي بليت سطن عالضي. اكي بليت بطاقتين ساتن عالضي اشتريت. بير بيليت افي اتشين. بير بيليت اول شيء يعني وحدة من البطاقات افي اتشين من اجل افي. بير بيليت كان دي سي اتشين. البطاقة الثانية كان دي سي اتشين من اجلها. اما افي سويلة مدي. اما بس افي لا افي سويلة مدي ما قالت له افي. هنا سوربريز يا باجاكتي. هنا له سوربريز يعني مفاجأة يا بجكت كانت سوف تفعلها مفاجأة لي يعني إفه. تياترو جنو قاعدين دا. تياترو المسرح جنو يوم المسرح قاعدين دا. لما أجا يوم المسرح أني سي في إفه حاضر لنب أمو لإفه وإفه حاضر لنب تجهزوا إفدان تشكتلار. خرجوا من البيت. تياترو يا قاعد ديكلارين دا. لما أجوا على المسرح إفي سيفينشتان بير جونلك أط. إفي من الفرحة بير جونلك أط يعني إني فرح كتير يعني هيك يعني طالع صوت يعني إني نط هيك يعني. سورو بريزي أنلمشتي. فيهم المفاجأة. مثل ما انكم شايفين هذا إفي وهي أمه هون وجايين وهذا شوفوا شلون هيك عم ينط من الفرحة وعد ما مبسوط. كابدان إيشاري جيرار لاركان. كابدان من الباب إيشاري جيرار كان. لما بيدخلوا لجوا بيلت لريني جوريفلي وزعطلار. بيلت لريني بطاقاتهم جوريفلي الموظف وزعطلار. يعني مدوا فرجوا بطاقاتهم للموظف لما فاتوا على الداخل. جوريفلي بيلت لرين بير بولومونو يرطب عض. الموظف بيلتلرين بطاقاتهم بير بلومو قسم منه يرطب يعني شق قسم منه عض. يعني الموظف شق قسم من البلاتات او من البطاقات واخذهم. قسم لرنا اقسام الضلاني دا جيري فاردي واعطاهم ياهم من جديد. اتشاري جيشتلار فاتوا للداخل. برادا هركيس oyunun başlamasını bekliyordu. الجميع هوني oyunun başlamasını كان عم يبلشوا بداية المسرحية. بكليوردو الجميع كان عم ينتظر بداية المسرحية. تام او سرادا بهداك الوقت بير انونوس duyuldu. سمع الصوت oyunumuz başlamak üzeredir. يعني هو هون النص يعني مثل صوت مثل تحذير. ديولدو استمع يعني سمعوا صوت. ويونوموس يعني مسرحيتنا باشلامك أزيري يعني باشلامك أزيري تكاد تبدأ يعني على وشك البدء. ويونوموس يعني هي مسرحيتنا. صالونا قال ديكلاريندا. لما أجوا للصالون بيلتلري يار جوستريجيا فاردلار. بيلتلري بطاقة يار جوستريجيا يعني هو الشخص يلي عم يشرف على المكان فاردلار اعطون. يار جوستريجي الشخص اللي مشرف على المكان ده اونلارا كولتوكلارين جوستاردي. اونلارا يعني لهم كولتوكلارين مقاعدون جوستاردي فرجاهم اماكنون. اف و بي ان سي اف و امو يار لارينا اتوردو.
قعدوا مكان الأرض نظام. بعد ذلك بيرزل السيسي أسمعوا صوت جرس دو سمع بردة أتردم فتحت البرداية يوم باصلد وبدأت المسرحية. هذا هو الشخص طبعا مشرف يعني المسؤول اللي عن هونيك فرجوا البطاقات. هلا تما değerlendirme çalışmaları. Çalışmaları نشاطات değerlendirme تقييم تما الوحدة نشاطات تقييمي للوحدة. Oyun لعبي. Sebzelerden sevdiklerim. Sebzelerden من الخضار sevdiklerim اللي بحبه من الخضار. Havuç, cezer, domates. Bana doğru oyun لعبي. Meyvelerden sevdiklerim. من sevdiklerim اللي بحبه الفواكه اللي بحبها. الما شفتلي أيون. الما هي التفاح شفتلي هي الدراء أيون. بانجي أن إيي بسين أيون. بانجي برأيي أن إيي أحسن بسين غذاء أيون. أحسن لعب غذائي چونكو لأن هيش بير شي يمسان لأنه أي شيء أنا ما باكله بلي بعضان حتى في شيء أنا ما باكله أحيانا أوينار كان duyuyorum. Oynarken yani لما أنا بلعب duyuyorum بشبع. إسماعيل أوراق أولو. هلا خلينا نبلش نبدأ في التمارين. إلك بيش سوريو يوكارداكي شيرا غوري جاوبلينيس. إلك بيش سوريو الأسئلة الخمس الأولى يوكارداكي في الأعلى شير غوري حسب الشر اللي في الأعلى جاوبون. شير داكي تشوجوك هانجي سيبزيليري سيفيور. شير داكي في الشير تشوجوك الطفل هانجي سيبزيليري سيفيور أي الخضار بحبها. هاوج توماتس الجزر والبندورة. السؤال الثاني شير داكي تشوجون سيفي ميفالار نيلاردر. شير داكي في الشير تجون طفل سيف دي اللي بيحبها ميفلار الفواكه اللي بيحبها نيلارد. مي الفواكه اللي بيحبها الشعر الطفل في الشعر. الما شيفتالي تفاح والدراع. السؤال التالي سيجي هيش بير شي يمدان اوين اوينا نرمى. برأيكم سيجي برأيكم هيش بير شي من دون ما ناكو أي شيء يون أوينانر من باللعب لعبي ندان لماذا؟ هاير أوينان ماز ما باللعب لا ما باللعب چونكو أوينان ماك إتي من أجل أن يلعبوا إنرجي لازم طاقة. الطاقة هي الإنرجي يمك سايسندا من خلال الطعام إنرجي كازانرز يعني بناخد الطاقة. خلينا ننتقل للتمارين بعدهم. دوردنج شعرين كونسو يزنز شعرين شعر كونسو موضوع يزنز اكتبوا موضوع الشعر. اويونو اونامي اهمية اللعبة مو نحن من خلال اللعبة عرفنا اهمية الفواكه. بشنجي شعر يني بير باصلك بليرليب يزنز شعر للشعر يني بير باصلك عنوان جديد بليرليب وضحوا حطوا عنوان جديد للشعر يزنز اكتبوا. اويونجو تشوجوكلار الاطفال اللاعبين. ستي altıncı oyun besin sebze. Oyun هي اللعبة besin هي الغذاء بسبز الخضروات. كلمة لري هاي الكلمات sözlük sırasına koyarak aşağıya yazınız. أقولكم sözlük sırasına حسب ترتيبهم في القاموس koyarak حطوهم حسب ترتيبهم في القاموس أشياء يزنز اكتبوهم في الأسفل. besin oyun سيبزي هو هذا ترتيبهم بسين لأنه حرف الب لأنه أ ب هذا هو الترتيب. بعدين عندي أو بي جي أو الأو بعدين عندي هون بعدين سي آخر الشيء حسب ترتيبهم الهجائي. خلينا ننتقل للتمرين السابع. دينجي كلينيك نور الدين هوجا نور نصر الدين هوجا نصر الدين هوجا هذا واحد عندنا شخص كتير معروف أو نحن نقول في العربية جحا. بيرجون في أحد الأيام جرولتيلا بضجي أويانمش يعني أويانمش استيقظ يعني عضجي. باكمش طلع بير هرسوز إشيالاري توبليور. بير هرسوز يعني أحد اللصصة اللصوص يعني إشيالاري أشياء توبليور عبيجمع أشياءه. كوركمش خاف
سيسيني تشكار مامش. سيسيني صوته تشكار مش يعني ما طالع صوته. أما هرسزن أم بس اللص بشيني دوشمش يعني راح بشيني خلفه بالدوشمش يعني راح تبع خلف ال يعني اللص. أصورا بعد ذلك درومو فاركدان. فاركدان يعني اللي انتبه هرسز كزقن كلاسورمش. بعد ذلك بعد شوي او بعد قليل درومو فاركدان يعني اللي حس بالوضع او الحالي هرسز اللصي اللي حس على الوضع او يعني مو الجحا او يعني النور نصر التيونجا لحقوا للص. اللص هون حاس كزقن بشكل غاضب سورمش سألوا بشكل غاضب ندان بني تعقيب إديورسون افندي. ندان لماذا بني تعقيب إديورسون؟ ليش انت عم تتعقبني او عبت يعني بتطلع علي افندي يعني يا السيد هوجا سكن ساكن ساكن يا نطلمش هذا يا نصرتين هوجا ساكن ساكن بشكل هادي يا نطلمش جاوبان سرتندا تصدون ابن صاحبيم. بان انا صرت نضف على ظهرك تشدون يلي عم تحملون ابن البيت اللي انت عم تحمله على ظهرك صاحبي انا صاحب هذا البيت اللي انت عم تحمله على ظهرك. عم يقولون نصر الدين هوجانن يرندا سيز اول سايدنز يرندا سيز اول سايدنز. لو كنت انت مكانه هرسزا ني جواب بيردنز ماذا كنتم تعطوا جواب لي اللص yaptı çok ayıp işçiyle sava kadar ayıp benim eşyalarım çaldın benim eşyalarım eşyae av agradı çaldın sarakat agradı ben ne yapacağım maza ana sofa faal eşyasız bindun eşya ana aşu mümkün efal av sava التمرين الثامن aşağıdaki cümlelerde yani akvas ile bildirilen yerlere uygun noktalama işaretini yazınız. Aşağıdaki cümlelerde fil cümleli fil esfel belirtilen yerlere الأماكن اللي موضحة بهود الأقواس uygun noktalama işaretini yazınız. اكتبوا إشارة تنقيط مناسبة. Onunla bu sabah karşılaştım. Onunla ma'u bu sabah hadi sabah karşılaştım. تقابلت ma'u hadi sabah. Nokta. في آخر الجملة الآن. Çiğde faslı Zuhal ve İhsan birlikte çalışacaklar. Nokta. Hala bilkon çiğdem hani muhun yani te'dad te'dad esma fe izayk hattu beynatum fawasil qabli l-akhir bi hattu beynatum ve çiğdem ve Zuhal ve İhsan birlikte ma ba'dun çalışacaklar sevfe ya'maluna ma ba'dun. Nihayet cümle taba'a minhat nokta. Seni çok sevdiğimi biliyor musun? Seni en leke çok sevdiğini diyor. Ana kitir bihibbek. بليون مسون تعرف اني انا كثير بحبك هذا سؤال نحط طبعا اشارة استفهام. كيراز شيفتالي في ازوم الدك النقطة طبعا في اخر الجملة ازوم هو العنب شيفتالي والدرة كيراز والكرز الكرز عد الكرز والدرة والعنب اخذنا كرز درة عنب لما حط اعدادهم ورا بعضهم حطينا هوني الفاصلة البعد بيز اول مضان سان ياب سان ياب ما ياب ماز مصن منحني من دون ما نكون موجودين انت ما بتحسين تعمله هون لا هوني طبعا بنحط هذا السؤال لاني سؤال بنحط اشاره استفهام مثل هاي البعد نصل دا اقلي çocuklar var نصل دا يعني كيف الساعه اقلي çocuklar يعني كم الساعه موجود اطفال يعني حكماء أو ذكيين يعني هيك بهالمعنى زين. دوكوزونجو اتكليك تمرين التاسع جملة لري أوكيونوز أشهدك جملة لري أوكيونوز اقرأوا الجمل اللي في الأسفل يزم يانس لارني أخطاء الكتابي بلير لينز وضحوا هاي جملة لري دورو أولاجاك شكل ده ينيدان يزنز الجمل إن بحيث تكون بشكل صحيح اكتبوها من جديد يزنز ينيدان يزنز اكتبوها بشكل من جديد. بابام أنقرادان بو صباح قالدي بابام أبوي أنقرادان من أنقرة بو صباح قالدي أجا هذا الصباح. طبعا أول كي حرف بالجملة لازم يكون حرف كبير فإذاك بنحط بابام هيك بنحطه كبير بنحطه بشكل كبير ومن صحيح أنقرادان
بنحط هون طبعا مثل هاي الفاصلة. بو صباح قال دي اجا هذا الصبح. بعدين مصنن وزرندا بيرتوك كتاب واردو. مصنن وزرندا فوق الطاولة بيرتوك كتاب، في كتب كتيرة كان موجودة. مصنن وزرندا بيرتوك كتاب وارد، كمان هاي حطينا حطينا هون كمان يعني الام كانت المي كانت صغيرة سويناها كبيرة. geçen yıl kurban bayramında kuyuya gittik. Geçen yıl السنه الماضيه kurban bayramı kurban hatta kbiri bayramı عيد في عيد الاضحى kuyuya gittik ذهبنا الى القريه. هلا نحن طبعا من قلنا ان اسماء الاعياد نحطهم باحرف كبيره. وننجد اتكنليك التمرين العشر اشهر ذاكي اشهر ذاكي ايش انا بسوزجيكلرين الكلمات يلي هني نفس المعنى اولدوج وتشورت مالار الطائرات الورقية اللي بتحوي على كلمات بنفس المعنى ايني رينجاي بوينز لونهم نفس الالوان. طبعا انا هوني ما راح احسن لونهم فاذا هيك بس انا وصلت لكم اياهم توصيف. اول شيء مسافر كونوك، مسافر هو ضيف كونوك هو ضيف. ياصلي هو الختيار، اختيار هو الختيار. أورانجي هو الطالب، طالبه الطالب. كونوت هو البيت، إيف هو البيت. اللي عندي كمان سوزوك الكلمة، هي الكلمة هي الكلمة. طبعا هو كل كلمتين ما لهم نفس المعنى. خلينا ننتقل للتمرين اللي بعده الأخير. أم برينجي أشادكي قلتو تلاري أوكيونوز. أشادكي في الأسفل قلتو تلاري المعايير أوكيونوز. قرأوا المعايير التي في الأسفل. أيدونوز كورالار القواعد اللي اتبعتوها. الجلي جملة لار ينندك يلدز بوينز يعني الجمل الجمل يعني عم بقول لكم انت القواعد اللي اتبعتوهم في الجمل يعني هون اول شيء لونون بويادنز يلدز صيص يلي لو النجوم يلي لونتوهم فازلايت اذا كانوا كثيرين جولان يوزو عصا أزغن يوزو بويانز. عم لكم إذا كانوا النجمات عددهم كبير لونه الوجه المبتسم، إذا كان قليل لونه الوجه العابس. هلا فن هذا فلنبدأ. كونش مالارمدا سيبيا يوغون كلمة لار كورارم. سيبيا ما يوغون كلمة لار كورارم. في محادثات سيبيا ما لمستوى يوغون كلمة لار جملة لار كورارم. ببني يعني بحط جمل مناسبة لمستوى يعني مثلا كونش مالارم في محادثات دين ليجي لارلا مع المستمعين جوز تماسك كورارم يعني بطلع في المستمعين اللي عم يسمعوا لي. كونو دشنا تشك مدام كونشرون كونو دشنا دشنا الى خارج الموضوع تشك مدام دون ما اخرج خارج الموضوع كونشرون بتحدث. كونشان كشي سنونا قدار دين لارم الشخص اللي عم يحكي كونوشان كيشي الشخص عم يحكي سنونا قدر لا حديث ما ينهي حكيو دين لارم بستمع له حديث ما ينهي حكيو. كونوش مضى ويقول هيتاب إفادة لرني كل نرم. كونوش مضى في كونوش مضى في محادثته ويقول هيتاب يعني إفادة لرني تعابير الخطاب المناسبة كل نرم بستخدمها. كونوشان كيشينين سوزونو كسمام كونوشان كيشن الشخص اللي عم يحكي سوزونو كيسمان ما بقطع حكيو. بعدين كونوشمانن اكسي اتشين دا سوزو على alarak konuşmaya katılırım. كونوشمانن اكسي يعني من خلال سير الحديث اتشين دا سوز alarak يعني باخذ كلمه منه konuşmaya katılırım وبشارك في المحادثة يعني يعني بحكي مع الشخص يعني بشيء يناسب الشيء اللي هو حكى. كونش مامضى في محادثة كلمة لاري دورو تلفظ إدرين كلمة لاري كلمات دورو تلفظ إدرين برفظ الكلمات بطريقة صحيحة. كونش مامضى كونو دشنا تشك مضان بليرلان مش كرالارا ويقون كونو شرو. كونش مامضى في محادثة كونو ودشنا خارج الموضوع تشك مضان دوما أخرج خارج الموضوع بلير لا مشكور الله حسب القواعد اللي واضحة ويقول كونو شرون بتحدث بشكل مناسب. طبعا إذا كان عدد نجماتكم كتير بتلونوا هذا الوجه، إذا كان عددهم قليل بتلونوا هذا الوجه.
بتوقع هيك انتهت التيت الوحدة الأولى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. بالنسبة لي كلمات أكيد صار عندكم كلمات جديدة كتير، صار عندكم يعني عدد كبير من الكلمات، صرتوا تسمعوا النص أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.